السلام عليكم، سميتي بسمة اليزامي. حاصل على اول معدل بجهة بني ملال خنيفرة بالتعليم العمومي. كنقرا في ثانوية بنو سينا التأهيلية، الشعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية، والحمد لله حصلت على معدل 19.36. هاد النتيجة هذه كانت من بعد مجهودات كثيرة اللي بذلتها الحمد لله من اول السنة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل والديا وبطبيعة الحال جميع الأساتذة كاملين ديال ثانوية بن سينا والأطر التربوية والإدارية وأطر الدعم النفسي وجميع الأساتذة كاملين. الحمد لله تمكنت من أنني نحصل على هذه المرتبة. هي في الحقيقة النتيجة ما كانت متوقعة، ولكن كنت عارفة راسي درت جهدي، ولكن ما كنت متوقعة هذه المرتبة هذه. من الحمد لله كان شعور ديال الفرح وديال الفخر، والحمد لله قدرت أنني نفرح والديا ونوصل لهذه المرتبة هذه. الحمد لله هذه النتيجة هذه كانت من بعد مجموعة من المجهودات اللي بذلتهم من أول السنة. كان استمرار وكان المثابرة وكان مواصلة ديال المجهودات، والحمد لله واخا عرفنا بأن هذا العام كانوا الإضرابات وكانت ظرفية صعبة علينا في الأول، جاتنا صعيبة أننا نتأقلموا مع الوضع، ولكن من بعد صافي بحثنا على المعلومات اللي خاصانا واستفدنا من الأساتذة ديال الدعم والساعات الإضافية، والحمد لله تمكنت من أنني نحصل على هذه النتيجة المشرفة. كنقول للتلاميذ اللي نجحوا مبروك عليكم والله ييسر لكم، وبالنسبة للتلاميذ اللي ما حالفهمش الحظ في هذه الدورة هذه كنتمنى لهم التوفيق، وكنقول لهم ما تفقدوش الأمل وما تيأسوش. واللي جاتوا الدورة الاستدراكية راه فرصة جديدة إن شاء الله، واللي ما نجحش راه باقي قدامه الطريق إن شاء الله، راه يقدر يعني يتدارك هذا الموقف ويبذل جهده، وإن شاء الله ربي ما غادي يضيع حتى شي واحد. وكنبغي نشكر الجامع، اي واحد فرح ليا واي واحد ساندني ووقف معايا، لا من الدعم المادي ولا الدعم النفسي، والحمد لله وشكرا للجميع. في الحقيقه نهدي هذا النجاح هذا الوالديه اولا، ونهديه لمؤسسه بن سينا التاهيليه، ونهديه لمدينه بني ملال كامله، الساكنه كامله، وجهات بني ملال خنيفره عامه. في الحقيقه من بعد الباك انا كنفكر ندير الطب، وفي نفس الوقت الهندسه، باقي ما قدرتش انني نختار بيناتهم، وكنتمنى من الله انه يوفقني ندخل لشي مؤسسه عليا تكون في المستوى ان شاء الله. السلام عليكم، شكرا على الاستضافه لاله مولاتي. في الحقيقه بالنسبه لتهيئ الامتحانات مع بنتي، اكيد كيكون داك ستريس وداك التوتر كجميع التلاميذ، هذا راه شيء بديهي، ولكن هنا تيبقى الدور ديال الاباء انهم خصهم شويه يقدموا الدعم النفسي، خصوصا الدعم النفسي الدعم المعنوي. ملي كتساند الابن ديالك وكتعطيه الطاقه الايجابيه وكتشجعو، كتحاول انه ترسخ فيه ديك الثقه بالنفس، يتفكر الانجازات ديالو، هذا الشيء كله تيساعدو انه يكون نهار الامتحان مزيان وتكون عنده نتيجه مزيانه. واهم حاجه انا اللي كنصح بها الوالدين هي انهم ما يركزوش على النقطه. راه سبحان الله العظيم، انا راه ملي تنكون مع بنتي هكا راه ما عمرني ما اكدت ليها على شنو شحال خاصك تجيبي ولا الاولى، ولا تنقول لها بنتي ملي كيتحط لك الامتحان شوفي داك البروبليم اللي قدامك، داك لي زيكزيرسيس هما اللي كتحديهم، ماشي شي حاجه اخرى، كتحدي واحد البروبليم قدامك خاصك تفكي داك ليكزيرسيس، خاصك تحليه وديري نتيجه مزيانه. توفقتي فضل الله سبحانه وتعالى، ما جابش الله تيسير درتي جهدك، ومني كدير جهدك راه الله سبحانه وتعالى وفى لك الحق ديالك، واكيد واخا ما تكونش كاع النتيجه اللي بغيتي غيعوضها لك في حاجه اخرى. هذا الشيء اللي خاص الوالدين يفهموه ويامنوا بهذه المساله هذه، اكيد غادي يكون خير ان شاء الله، ونتمنوا الخير للجميع يا ربي. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.